برنامج التبادل الثقافي سلام لتوحيد الثقافات هو مشروع ثقافي تم تنظيمه من قبل منظمة آيزك. حتى نتعرف أكثر عن هذا المشروع، عن المنظمة اللي قامت بهذا المشروع، معنا طلاب من جامعة العلوم والتكنولوجيا ومشاركين بهذا البرنامج. سارة عياش، أهلا وسهلا فيكي. ومحمد جميل العبوش، أهلا وسهلا فيكم. تسلمي. يعني برحب فيكم في برنامج دنيا دنيا. قديش كتير مهم موضوع تبادل الثقافي، وأنتم طلاب في جامعة العلوم والتكنولوجيا ومشاركين في هذا البرنامج. قبل ما نحكي عن هذا البرنامج، حاب أعرف منظمة آيزك، يعني بداية من عندك محمد، احكي لنا هاي المنظمة شو الهدف من أنها تجمع طلاب من هاي الجامعة حتى أنهم يصير في نوع من تبادل الثقافي بيننا وبين الغرب. أكيد. منظمة آيزك هي عبارة عن منظمة عالمية موجودة بأكثر من 110 دول حول العالم، بتستهدف طلاب الجامعات. هدفها الأساسي هو تنمية المهارات القيادية والسوفت سكيلز بشكل عام، يعني عند الطلاب، من خلال برامج تبادل ثقافي حول العالم. هاي المنظمة في لها بروسيس حتى الواحد يعني يشترك فيها. من طلب لازم يكون أول شيء طالب جامعة. بتعرض أول شيء لإيفاليويشن وإنترفيو وأبليكيشن بيقدمها بالضبط حتى يكون عضو معهم. بعدين بصير عنده أكسس على أكاونت فيه البرامج التدريب الموجودة حول العالم، وبصير راسل هاي الجهات من مختلف دول العالم، وبصير بعدين هناك يعني بروسس تانية حتى يقبلوا فيها. إذن يعني مش كل الطلاب بيقدروا يدخلوا في هيك برامج، يعني زي ما ذكرت في شروط معينة لازم يدخلها الطالب حتى يقدر انه يعني ياخذ الموافقة على الاشتراك في هذا البرنامج. هلا كان لكم انتم سارة سفر او تجربة في السفر لألمانيا مؤخرا وبهدف التبادل الثقافي بيننا وبين ألمانيا، احكي لنا شوي عن الفكرة من هذا البرنامج والهدف منه. بالضبط، البرنامج هو كان اسمه سلام لتوحيد الثقافات. هي كانت الفكرة أنه هم كانوا مجموعة طالبات ألمانيات من عمر 21 لل 23، حبوا أنه يصلحوا صورة الإسلام على الرغم أنه ولا واحدة منهم مسلمة. السلبية اللي صنعها الإعلام بأوروبا عن الدين الإسلامي، وكان السبب الرئيسي لهذا الشيء أنه ألمانيا هلأ فيها 7 مليون مسلم، وسنويا هذا العدد عم بيزداد بحوالي 100,000 شخص. فمن المهم انه يكون في بين يعني الناس احترام لمختلف الديانات. فكان يعني في احنا، وكان في طلاب من المغرب، كان في طالبين من المغرب، طالبين من باكستان، وثلاث بنات من افغانستان، وطالب تركي. يعني كمان حتى موضوع انه المواضيع اللي بتتناقشوا فيها وحتى اللي حتروحوا تناقشوا فيها من خلال تواجدكم في ألمانيا، انه يعني صورة الإسلام والتركيز على صورة الإسلام، خاصة واحنا يمكن ذكرنا بانه قديش الإعلام الغربي شوه صورة الإسلام عند الغرب. فيمكن لكم دور بهذا الموضوع بانكم تحاولوا تغيروا هاي الصورة من خلال تواجدكم لهناك. بس تغيير هاي الصورة هي رسالة، والرسالة يجب ان تكون مدروسة، ويجب أن تكون يعني تكون فيها علم نوعا ما بكل تفاصيل الأمور اللي بتحكوا فيها بخصوص الإسلام وصورة الإسلام عند الغرب. هل بيكون في متابعة من قبل الجامعة عندكم؟ هل بيكون في متابعة من قبل المنظمة نفسها؟ بيكون في تدريب مسبق قبل ما إنكم تطلعوا حتى تنقلوا هاي الصورة؟ طبعا أكيد هذا الشيء أكيد. هسه كان المسؤول عن هذا الشيء اللي هي المنظمة نفسها اللي كانت بألمانيا بجامعة أوكسبورغ. كان من الشروط الانترنشيب هاي او التدريب يكون الطالب عنده او ايش طالب مسلم من دوله ممكن عربيه او شرقيه، يكون عنده مهارات التقديم. هذا كان اول شيء، وعملوا معنا برضه مقابله على سكايب حتى يشوف قديش انت عندك قدره التواصل بالضبط هاي المهاره. بعد هيك لما وصلنا احنا تعدينا هاي المرحله وصلنا ألمانيا، كان في عندك فتره تدريب متواصله لمده اسبوع تنمي عندك مهارة التقديم، وتأكد أنه الطالب قادر يعني يوصل الفكرة للفئة المستهدفة، خاصة أن الفئة كانت في عندك من أعمار 15 ل 18 سنة بالنسبة للمدارس، وكان في طلاب جامعات، فلازم تعرف كيف تتعامل مع هاي الفئة. وشغلة تانية، حتى الموضوع نفسهم كان في زي عصف ذهني، نقدر نختار المواضيع. موضوع العصف الذهني كتير مهم، كونه المعلومات اللي بدكم تقدموها تكون مدروسة تماما يعني، وتكون مقنعة للطرف الآخر. طبعًا. يعني لأنه بس مش سهل أبدا يعني الفكرة اللي كانوا ماخدينها، صح، واللي بالأساس
يعني موجودة عندهم أنك تقدر تغيريها سارة. يعني إلك دور أكيد أنت كشخصية وكإنسانة مثقفة وعارفة شو عم تحكي أنك توصل المعلومة. بالضبط. احنا في جلسنا مع بروفيسور هناك مغربي اسمه بروفيسور فلالي بعطي بدرس هناك، اعطانا نصيحة قبل ما نبدأ هاي المحاضرات كلها، قالنا ما تحضروا شيء بحيث انه الطلاب يشعروا انه شيء مبتذل، لانه هم رح يشعروا انه شيء مبتذل. فعليا حسسوهم اقعدوا وفعليا احكوا عن حالكم، احكوا عن حياتكم، احكوا ليش انتم مختارين هذا الدين، ليش انتم مختارين اسلوب الحياة هذا. فانا يعني كل الصفوف اللي كنت افوتها كنت اول شيء اقول لهم عندكم مانع اذا بقعد على الطاولة؟ قالوا لي لا. كنت فعليا اطلع على الطاوله واقعد اقول لهم احنا اليوم بدنا نحكي، بدنا نفتح يعني حوار وبدنا نحكي بشكل مفتوح، بشكل بدون ما انا اكون والله محضره شو بدي احكي. يعني ما كنا نحضر، هم يقولوا لنا والله بدنا نناقش الموضوع الفلاني. اوكي طبعا لازم يكون عندك معلومات، بس نفس الوقت كان اهم شيء انك تشعرهم انك انت جاي عم تحكي شيء بصدق، مش شيء مبتذل او شيء انت حافظه بس بدك تحكي. لا هو مش قصدي انا المعلومات كانت كفكره انه يكون عندك معلومات، انه في حال سالتي عن اي سؤال فيما يتعلق في الدين هون يكون عندك هاي المعلومه مخزنه عندك. فاحنا عم نشوف الصور، يمكن هاي مشاركتكم في المانيا تحكوا لنا شوي عنها. كنا محمد طبعا هذا كان جزء من المشاركه، كان في عنا احنا عيال مستضيفه فكان دور هاي العيال تعرفنا بالحضاره الالمانيه برضو، وكانت اخذنا برضو جولات تعريفيه في المدينه. يعني هاي كانت صوره ب معرض للطيران لانه انا مهتم بالطيران، تخصص في مجال الطيران. انت مهندس طيران؟ انا مهندس طيران بالضبط، بدرس لسه في مجال الطيران. فكان يعني كان بهمهم انه والله يورجونا ايش عندهم تطور وحضاره وثقافه خلال جولات تعريفيه. شو قديش مده البرنامج ومين هي الفئه المستهدفه من العمريه المستهدفه من هذا البرنامج؟ هذا اول شيء بالنسبه للفئه العمريه المستهدفه هي من 15 ل 18 بالنسبه لطلبه المدارس وطلبت برضو الجامعات. طبعا كانت الفكرة الأساسية انه نصحح هاي الصورة المغلوطة بالنسبة لهم من خلال هاي البرامج البرزنتيشن او التقديم اللي كنا المحاضرات كنا نقدمها بالمدارس. وزي ما حكيت صار يعني كانت طريقة عفوية ومش طريقة انه والله الطرف وطرف اخر، لا بس كنا احنا نقدم لهم كيف طريقة حياتنا. حتى كان من شروط التقديم انه ما يكون مختص بدين الاسلامي، انه بس طالب عايش حياه اسلاميه عاديه. صحيح. سارة اشرحي لنا شوي عن اللي عم نشوفه هلا، يمكن هون تجمعات. هي كنا الفتره اللي احنا فيها كانت المباريات اللي هي بالضبط، فهم كانوا حابين يعني يشاركونا باجواءهم بفتره المباريات. فكانوا يعني لبسونا انه تيشيرت المانيا، يرسمونا وجه، هون في اظن محمد بالصوره مش انا. هو صراحه احنا كنا محظوظين بها، كنا محظوظين بانه اجينا بهاي الفتره. كان في هيك تعاطف معكم وانسجام من قبلهم لكم، ولا حسيتوا في نوع من الحديه بالتعامل بالبدايه وبعدين لما شافوكم يعني تعاملتوا معهم بطريقه حلوه حبوكم؟ يعني حتى هو الجواب يعني تعليق على هذا الصوره، هذا الشخص الرجال الكبير اللي على شمالي هو بيكون العمده تاع المنطقه اللي احنا كنا فيها. هو يعني كان ماخذ لما عرضوا عليه نعمل فكرة هذا البرنامج، هو كان يعني شوي نوعا ما خايف او زي عرفت كيف انه يعني مش كتير كان مقتنع بالفكرة. فانا وقتها تم اختياري لألقي قدامه خطبة فعن كيف الاعلام بيأثر على الدين الاسلامي باوروبا وحتى بالوطن العربي سواء بطريقة ايجابية او بسلبية. فبس خلصت المحاضرة انا شعرت وانا بحكي هو كان مصدوم اولا انه بنته مسلمه وعربيه ومحجبه انه يعني شعر اني زي اي بنت تانية المانيه. فقال لي يعني بعد هاي المحاضره انه قد ايه احنا غيرنا فكرته عن الدين الاسلامي وعن المراه المسلمه خصوصا. يعني. حلو حلو. طب خلينا نحكي شوي عن الناحيه التنظيميه للبرنامج. محمد يعني خلينا طيب قبل ليلى حابه تعرف عن الطبيخ، شكلها جوعت ليلى المخرجه فبتقول لي خلينا نعرف عن موضوع الطبيخ شو صار. في نوع من التبادل كان هاي الصوره كمان تفضل. كان في نشاط عملوه هناك بالمدينه هو يوم الطبخ، كان بيجي يعني كل حدا من بلد مختلفه يقدم اللي هو الطبخ الشعبي الرئيسي والمشروب والحلويات كمان. انتوا اكيد عملتوا انسه طبعا من قبل ما تقول طبعا المنسف كان اختصاص بما اني يعني
عائلة بدوية مثلا ممكن نحكي من بني حسن. اوكي. طبعا الوالدة الله يخليها لي هي علمتني كيف أعمل منسف. قبل ما تسافر ولا؟ قبل ما أسافر طبعا. يعني ما كنتش تعرف قبل؟ لا مرتين ثلاثة قبل ما أسافر عشان جربتها. لا الحمد لله ظبط كمان وعجبهم يعني الحمد لله فكان مرتب الحمد لله. ممروس ولا لا والله بصراحة أنا خفت آخذ معي جميد فكرو باودر ولا إشي يعني المطارات فعملنا. عجبهم المنسف لأنه دائما بيعجب حدا يعني كثير عجبهم. كانت على فكرة السفرة الأردنية يعني من أحسن السفرات وأكثر إشي يعني غنية كانت. كان في عندك منسف، كان عندك ملوخية، كان عندك حمص، كان عندك سلطات، ثلاث أربع سلطات يمكن، وكان في حلويات وقهوة، فالوضع كان بجنن يعني. طب يعني أنتوا أخذتهم معكم هاي المواد ولا؟ لا لا يعني بس المنسف أكيد أكيد الجميد ما أخذه معك، بس اللحمة من هناك اشتريتها. من هناك اشتريتها طبعا. أوكي. أو القهوة طبعا. خبز الشراك من هناك. في هناك طبعا. الشيء الحلو كان المحلات التركية في كثير شغلات اكلات ويعني حلويات مشتركة بيننا وبينهم فاستفدنا من هاي الشغلة. طيب بمناسبة الحديث عن الاكل يعني انا كان بهمني اعرف من الناحية التنظيمية اذا كان في نوع من مراعاة هاي الفروقات الحضارية اللي بيننا وبينهم من ناحية الاكل، من ناحية المكان اللي تنوجدوا فيه وقت الصلاة. هل رأوكم بهاي الامور؟ يعني كان دائما في توفير لحم حلال، حتى قبل ما نسافر كان في زي جروب على الفيسبوك للسفرة لهذا المشروع فكتبوا لنا انه ما تخافوا، بنعرف انه قد ايه مهم لكم انه يكون في لحم حلال، واحنا يعني هذا الموضوع سكرنا. العائلات اللي نزلنا عندها كلها كان عندها عناوين يعني مطاعم تركية وملاحم تركية بتقدم لحم حلال. عملوا لنا باربيكيو كان لكل الجامعة، كل اللحم كان حلال. حتى على مستوى انه هم لانه بيعملوا لحم الخنزير كانوا يحطوا له انه لحاله يعني منطقة لحالها ينشوي لحالها ما لوش دخل بأساس ما يختلطش مع لحم الحلال او هيك. فكان في كتير مراعاة كبيرة. وطبعا برضو لأماكن الصلاة كانوا محضرين لنا سجادات صلاة وكل اشي ومحددين للقبلة. عم نشوف السفرة الأردنية بس ما يكون انتوا لحالكم اللي اكلتوا اكيد اكلنا. لا 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 بالعكس. لا طبعا احنا اصلا صحينا احنا فعليا ما اكلناه. انا ولا حكيت المنسف. اها طبعا. طيب انا حابه كمان اعرف منك محمد يعني قديش هاي التجربه بتفيد الشباب الاردني، يعني انت برايك انه مثل هاي التجارب والسفر ولا يكون في لك هيك مشاركات في هيك انشطه قديش مهم للشاب الاردني؟ طبعا اكيد. انا هاي التجربه كانت تجربتي الثانيه، كانت السنه الماضيه عندي تجربه في الولايات المتحدة برضو بصيف لمدة 3 أشهر تبادل ثقافي، فيعني كتير أغنتني هاي الفرص تبادل ثقافي من ناحية أول إشي تحسين تطوير الشخصية، كيف أنت تبني علاقات مع الغير، يعني هي خبرة يعني العالمية، أنت لما تروح تسافر وتشوف ناس من جنسيات ومنتلتي مختلفة يعني وثقافات تانية وتصطدم معهم وصير تحكي وتحاور معهم، فهذا كتير إشي حلو بغنيك كمان يعني بعطيك معلومات كمان كتير عن البلاد الثانية. يعني إحنا هسا صرنا نعرف عن أكثر من بلد من خلال المجموعة اللي كنا معهم، من خلال الألمان اللي كنا برضو غير الأصدقاء اللي كونتوهم من خلال بالضبط يعني بالزبط. بالأخير بتحسي زي كأنه البلد كله يعني هو منزلك، يعني ممكن تسافري تلاقي حدا هناك تعرف فيه أي مكان في العالم. فهذا كتير إشي يعني بغني الواحد. فأنا عن جد بنصح يعني كل الطلاب يعني خاصة الجامعات يتوجهوا نحو هذا التوجه اللي هو التبادل الثقافي، سواء كان يعني خدمة مجتمع أو تدريب في مجال تخصص. برضو أنا عملت تدريب هناك مجال تخصص في ألمانيا، كان في مجال طيران في شركة بتصنع لها كانت إيرباص، فإيش كان رهيب بالنسبة إلي وإشي رائع جدا، فبرضو بتفتح لك فرص كتيرة ويعني توعيك أكثر وأكثر. فعن جد بنصح كل طلاب جامعاتي ياخذوا هاي الفرصه ويبادروا فيها. ساره يعني حابه اسالك اذا كان لمستوا فرق من التفكير من خلال التفكير بعد المحاضرات اللي قدمتوها هناك في المانيا من قبل الاشخاص اللي استقبلوا منكم هاي المحاضرات، يعني كان لهم مثلا صوره معينه وتفكير معين نحو العرب وقدرتوا انكم تغيروا هاي الصوره؟ حسيتي ان في تاثير فعلي؟ احنا كان الاشي الحلو بهذا الموضوع انه كنا بس نخلص البرزنتيشنز اللي بنقدمها، كان بعد باسبوع عنا نرجع على نفس هاي المدارس ناخذ زي الفيدباك انه هم شو كان رايهم بالمحاضرات اللي قدمناها. هلا بهذا الاسبوع في كتير طلاب طلبوا منا انه ايميلاتنا على الفيسبوك وكذا. انا وصلتني اكثر من رساله من ناس بيقولوا لي انه احنا يعني جدا جدا بنشكرك، احنا ما يعني انت غيرتي كل فكرتنا عن الاسلام، كل فكرتنا عن العرب، عن الشرق
الشرق الأوسط بشكل عام يعني. في ناس بعد المحاضرة كانوا يبكوا يعني، خاصة وأنت محجبة يعني عرفتي، لأنه سمعنا عن قصص كتير صارت خاصة في ألمانيا بخصوص المحجبات. فيعني ما حسيتي بهذا الشيء من ناحيتهم أبدا؟ لا أنا ما شعرت بهذا الشيء من قبل الطلاب نهائيا. أنا بعتولي إيميلات، يعني أنا في الإيميلات جمل اللي كتير عجبتني، واحدة كاتبت لي أنا عمري ما توقعت أني أعتبر إنسانة محجبة صديقة إلي. هلا من التجارب اللي أنا صارت معي هناك، كنا رايحين على مطعم، فأنا كنت رايحة مع جروب ألمان، يعني كنا 10 أشخاص، 9 ألمان وأنا. فإحنا فايتين على المطعم، بلشوا هم يفوتوا، أشر علي قال لهم هي لا شنك محجبة. قالوا له ليش؟ هلا أنا هم عندهم مشاكل مع الأتراك اللي هناك، فالشاب قال له أنا هي مش تركية، هي جاي من الأردن وجاي هون سفرة. قال له لا لا أنا مش عشان قضية تركية، هي لا ما في تفوت مطعمي. أنت كنت الوحيدة المحجبة؟ نعم. الباقي الـ9 أشخاص معي ألمان، يعني حتى مش بس عرب مو محجبين أو كذا، لا ألمان. فاحتد النقاش باللغة الألمانية. هلا أنا أوكي صح مش فاهم اللغة، بس قدرت أميز إنه عم بتصير مشكلة. ففتت النص قلت لهم إنه لو سمحتوا بس بدي أسأل. طبعاً بالإنجليزي عم تحكي. قلت له حضرتك بتفهم اللغة الإنجليزية؟ قال لي just a little bit. قلت له منيح بكفي. قلت له أنا بس بدي أحكي لك بالضبط، يعني المسج راح توصل إن شاء الله. قلت له أنا بس بدي أحكي لك الآتي، إنه أنا هاي مش ألمانيا اللي أنا بعرفها، وانت بالنسبه لي كشخص لا تمثل اي حدا من الشعب الالماني. انا اللي بيمثل لي المانيا العيله اللي مستقبليتني واللي بيعاملوني كاني جزء منهم. اللي بيمثل لي المانيا هدول الجروب الـ9 اللي مو حاس، ما بحس للحظه اني انا شخص ثالث بينهم او شخص مختلف بينهم. هاي المانيا، اما انت بتمثل حضرتك، شكرا كثير لك، انا ما بدي افوت مطعمك. شو ردت فعله كان؟ لفيت وجهي بلشت امشي، ركض وراي لنص الشارع، ترجاني ترجع افوت مطعمه واعتذر. فانت يعني حتى مش بس بالبرزنتيشنز، حتى بهيك مواقف انت بتشعري انك انت غيرتي افكار. هلا انا هاي التجربه قررت استخدمها لمصلحتي. كيف؟ لما كنا بالمدارس عم نقدم البرزنتيشنز حكيت للطلاب انا بدي احكي لكم شو صار معي. صار معي 1 2 3. انت لو تشوفي الاستنكار واللي كانت عليهم، حتى في منهم صاروا يعتذروا على الرغم انه مش هم يعني سبب الموقف، انه يعني اساس انه شخص الماني. قلت لهم انا بدي اسالكم سؤال، هل اي حدا هون بيعتبر هذا الشخص بمثله؟ فكلهم فورا انه لا طبعا وما بيمثلنا وكذا. قلت لهم بالمقابل لما شخص عربي او شخص مسلم يروح يرتكب شغلة أو تصرف خطأ ويحطه باسم الإسلام أو باسم العرب، فهو بيمثل نفسه. ما بيمثل 25% من سكان العالم، لأنه 25% من سكان العالم مسلمين. معقول هال 25% إرهابيين؟ معقول هال 25% بيركض بالشوارع بيفجروا بحالهم؟ يعني كمان منطق. ففي كتير ناس صاروا يقولونا بعد محاضرات أنه إحنا هلأ أي شيء رح نسمعه من الإعلام رح نصير نفكر يعني خارج الصندوق، بطلوا يقبلوا الامور زي ما بتتسلم لهم زي ما بتنحكى لهم. صحيح. يعني انت حتى طريقه حكيك وطريقه كلامك هلا وانت عمالك بتحكي في الموضوع جذبتيني، واكيد كثير من الاشخاص حبوا يسمعوا القصه اللي انت حكيتيها. فعندك هذا نوع من البرزنتيشن اللي بخلي الواحد ينشد لكلامك. ف يعني يمكن هاي الشغلات اللي انا كنت حابه اعرف منك محمد، وارجع لهي النقطه انه قديش مهم انه الاشخاص لما بدهم ينتسبوا لمثل هيك برامج للتبادل ثقافة، يمكن الأكثر في شباب وشابات حبوا الفكرة وحبوا إنهم يشاركوا مثل هيك برامج، يكونوا يشتغلوا هذا الحكي من زمان أو طبعاً. أهليهم يشتغلوا طبعاً. عليهم من زمان. المرحلة التأسيسية في المدارس طبعاً. هي اللي بتحدد شخصية الفرد نفسه وبتقوي هاي المهارات اللي عنده، اللي هي التخاطب، اللي هي كيف يقدر يتحدث مع الآخرين ويقنعهم يكون مقنع. فاحكينا محمد أنت بالأساس يعني كان لها دور المدرسة في أنها تنمي هاي المهارات عندك؟ أكيد أكيد طبعا. أنا أول شيء كنت خريج مدرسة اليوبيل. طبعا مدرسة اليوبيل معروفة هي مدرسة بتركز على المهارات القيادية للطلاب وكيف أنه طلعهم قادة للمجتمع من خلال أنشطة لامنهجية. هسا بالنسبة لأنه أنشطة لامنهجية إيش كتير مهم، خاصة لطلاب يعني المدارس في المرحلة الثانوية، لأنهم أول شيء بتغنيهم بخبرات جديدة، بلتقوا بناس جداد، يعني توسع مداركهم، ما بتخلي والله بس يعني هو محصور جوا بيئته أو بيئة المنطقة اللي عايش فيها أو بالمدرسة، لا تفتح قدامه يعني مدارك. فأنا كتير بنصح الأهل أنه كل ما كان في أنشطة لامنهجية بالمدرسة يخلوا أو يحرصوا أبناء أولادهم أنهم يشاركوا فيها. يعني مدرستنا كان على مستوى أنه الطالب كان ينظم مشروع كامل، يجيب الفند لحاله، يحكي مع مثلا نواب ووزراء يجي يحضروا ويحاضروا بهذا الايفنت اللي عامله كله لحاله بدون تدخل المدرسه، وتكون عمره طالب 15 16 سنه
ويعمل برزنتيشن، فقديش هاي ممكن تغني الطالب. فبالاخير ممكن يوصل لمرحله لما يكون بالجامعه يقدر يعمل اي مشروع، ما عندهش مشكله تفتح قدامه مدارك زي هيك وافاق. صح كثير، فكثير شيء مهم. يعني انا بنهايه اللقاء بدي اهني اهلكم فيكم اول شيء، واهني الشعب الاردني فيكم، واهني كمان جامعه العلوم والتكنولوجيا فيكم، لانه بالفعل انتم شباب من النموذج اللي يفتخر فيه، ويعني فعلا بنفتخر فيه احنا كاردنيين. وانا متفائل بمستقبل مشرق لكم الحقيقه، وبجد بهنيكم. كل الشكر لكم، كل الشكر لك ساره، واهلا وسهلا فيكي. ومحمد شكرا لك، اهلا وسهلا. يا هلا.